ونبقى مع هذه الأخبار السريعة. فبعد أن أمضى 340 يوما في محطة الفضاء الدولية، عاد رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي إلى الأرض، وذلك بحسب ما أعلنه تلفزيون ناسا الذي قام بتغطية مباشرة لعودة كيلي، الذي كان يزود متابعيه على حسابه في تويتر بصور التقطها وهو في رحلته الطويلة. وكان كيلي قد غرد بصورة لآخر شروق للشمس يعيش في محطة الفضاء الدولية قبل عودته صباح اليوم إلى كوكب الأرض. الله يعينه على التكيف مع هذا الكوكب وأوضاعه. جوجل يمكنه الكشف عن اسم المرشح الأكثر حظاً بالفوز في سباق الانتخابات الأمريكية على نطاق الولايات. باحث كشف لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشف أن دونالد ترامب فاز في ولايتي نيو هامشير وساوث كارولينا، وذلك فاز بالمركز الأول، وهذا ما توقعه مراقبون وفقاً لنتائج البحث عن اسمه على جوجل. للوصول إلى فئات الشباب والتحدث بلغتهم، هيئة كبار العلماء في السعودية اختارت تويتر لإيصال رسائلها. الهيئة أطلقت هاشتاغ تحت عنوان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تدعو من خلاله إلى تعزيز الأخلاق الإسلامية ضمن مشروع توعوي كبير. الهاشتاغ جذب اهتمام كثيرين على تويتر حتى من خارج السعودية.